عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حلقة الله بإذن الله عز وجل، كفال الله كفال 145 104 وحمس. غزوة حنين، غزوة حنين سنة كم علت وكفا انبتت وميت سببا وميت رديبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كفى ربنا سريو وكفى منا قناة امرك بو وما حسد ديبا وربك كفى سلطتيو قبوطة إلا قضوة الله قضوة مهماتا، والنبي صلى الله عليه وسلم نوزو حاد العالم. طيب لا قضوة إلا حقا النبي صلى الله عليه وسلم مكة تحى وفتح مكة في الفتح العظيم. مكة النبي صلى الله عليه وسلم أتى ديبا وفتحيا وأستلميا وطوفا ديبا وكل شيء أدم لو حر لمشركين من عرب حوالي ما كان اللودي بالطائف من القبائل لقبائل برا الهليل وخلاص قريش تبوا تحوتها النبي خلاص من لو حد قريش تحوتها من لو حد لجولة تمددي بناته حنا اللي قصدينا دي من أننا نمتقو كدي مكة هذه حنا نقاتل لقيلو كجموعنا القبائل لنتهم اتفقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم خبرانكم صلى الله عليه وسلم جهز أقلهم وتم كرو سبت جاء منطقة أوطاس الأولى قربت من مكة لا كان دبا أنصوم قديمتهم ومعلوم كل شيء ما تأم علو وأورار أيلا بسنة على قلوم سني إنسان يعني لا ببتو بيد يوم يأكل نص ولا جني برسول كم سر جنيتكم وأنسكم أول كل ما أتوكم سر بيروم أريد على ريديو يا أخي أنا لا أروك هاي الحيار وجنيتوا مسجد أسرق اللي بقى سرني ولا قاتلو لا بيري أنت بعد نواي أنت بعد باقي أنت بيري اللي يجبي هزم كم جبي دي بعرض كودي بجنيت كودي بسيط كودي ما كده ما تا و وتنصر كم جبي بدناس بسيفو وبرحونا فعكروا بيليو وكم سر نتباهرو ديبلا منطقة حنين ديبا جمعوا ولا لا المقاتلين بحنين قبوا ولهم هي توادنا وطاسكين برسوهم وكمان ودو ديبلا كان لهم المشركين من كل قبائل العرب لما ضامن هلو ومرة بتحام على واحدة دوم بتحلى وحاج تام على وقبائل لغي بلا قبائل العرب قبائل كلها يعني من أشرف قبائل يعني عرب كلهم قيس عيلان وهوازن وثقيف وإلا قبائل كلها اجتمعت ونفسها رتبت للحرب للنبي صلى الله عليه وسلم واللي مالك بنو عوف على تلا اللي لقائل لنا يوم و اللي دريت برسم تاني لا لغيرها بيوتو انتبع على واقع انت اللي هو بجنيت ولا نسب رسم بيديو تعدون برسم متعبة كوادي جفر يومنا لوادي أوطاس لقول ديبو برسا يوم ولا ديش دي كل منطقة حنين كرة و كماين ودو كل مسلمين ولا مسلمين أباقي على قولهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بطه جمع لنا يمكن صلى سمعة عام 6 من السنة يعني يوم 6 يوم السبت السادس من شوال نفس السنة ديبال سنة 8 السادس من شوال يوم السبت ومدلو النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 قاتل علو ومن صفوان بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم يدرع قبله وأدواته وعدته كلها إلى نسأة وديبال مكة المكرمة أصحابي جليل اللي استخلف اللي ودا وواليس كالنبي مقتي المسؤول ولا خليفته دي مكة المكرمة صحابي جليل حتى بنو سيد دبولو لحال العالم طوالي إذا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته أسقلا أسقلا موقعنا حنين قيسر له حنين من مكة المكرمة عند قيسر دي بقى بي إكاد على إلا إكاد إكاد عبايتا إكاد نبغت عبايتا وبدير لإكاد إلا سميتها أنواط لبون على ولا مشركين لأسيفوه متحلق دي بعلو وبجفر يومكم سلمت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بيرو
قلنا ما هنوات ولا قلنا كما يعني كمسل ما توم هنوات بوم بلوهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرم كمسل ما قلنا في الله عيسى موسى عليه السلام بعلا أجعلنا إلها كما لنا آلهة بلوكم صلى الله عليه وسلم تحدى لكم أنتم قوم جهالة بديتكم أنتم ربكم هو تركبون سننا من قبلكم بيرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلمين مرة قرأة الدبوم تلمي حسر كذا ألف جندي بسلاحهم وبليهم وكل شيء يتزاو يوم ينتقلبني بيرو باكر ارتا بالحيهم قرورة تدبهم و دون مسدور قبا نبي صلى الله عليه وسلم ورا خبر ما طيب و لا خبر اللي بيرو ياخر لهم حوازن وجنيتهم وبمالهم وبأنصهم وبأروحتهم كل الأبوهم ثم مطعم هلو كمكمام هلو جاهزين هلو بيلو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سحقه وبيلا بسمة وقال لك أنقوح إن شاء الله قنيمة المسلمين إن شاء الله بيلا أنقوح سلابنا تو أرينا عين المتبوعة غير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يوم عشرة توم يوم تمانية كروكا مع الوديد ممكن يوم عشرة من شهر شوال سنة ثمانية هجرية أدي سنة من هجرية النبي صلى الله عليه وسلم حقوا فاتح مكة جدو كله طبعا نفس الأيام صراحة تقول هيدي برمضان على كل دي شوالته هدي حقوا ورحت يعني يوم عشرة شوال شهر ثمانية هجرية النبي صلى الله عليه وسلم دي بدو وايد وحنين لقول دي بالبطحة لكانكم سر بطحة لدي شرح بقى تمام عدم صلاة الفجر بشوية وقت وقت مناسب النبي صلى الله عليه وسلم جلس تمام عم بيلوك وقالوا يسلم قبل مهاجري لواء أنا يوم علي النبي صلى الله عليه وسلم أيوه وقال لا أوس لواء أنا يوم سيد بن حمدير بن سلم أيوه وقال لا خزرج لواء أنا يوم الحباب بن منذر بن سلم أيوه وقالوا يذكر الحالات كمان قبل لا قبل يسلم أيوه وقلت النبي صلى الله عليه وسلم كروا الدرع لابسة ولا بيدت ولا المغفر ناي لابسة ولديش قدم أنبتا بحري البقادم عند الكرة وما سأرسل ديش كله ممكن كرة وأي الأمراني اللي هو من قبائل الهوازن والسقيف والعزفان ولا كل القبائل العرب اللي من ضمن تجمع كما انكم سوا جامع لو دي باكان و دي باكان مين واتكو ولا مسلمين ولا معركات انبتت و شدكم سلة درامكم سلة وحيد لان بلو الا رماح بو دبلا كف اتعبوهم دي بوادي و لا معنى لا جيش يعني دي كمين واتقا ولا قيادته ولا مكبو ولا عدم كله وكشفه لديش ولا معركة ما يقدروا دي باني بالاسترعودة والقدومة ولا مشركين دي بلو مدد الله فرحوا وانتصرنا دي الإسلام من دبيرو وكمان لحديث لا حد على وصب لجدود هذا الأسلوبان لعلو يعني رجفان أخير ديبوم ولا مشركين هين فرحوا وقلهم يعني منهم كان قل قل لتها قل لابو سفيان بيرا يوم هزيمته من نبح وانسال يدبي المسلمين للدبر على وكم سال يوم صفوان دبر على يوم لسحر باطلة سحر اقل النبي قصد الله سحر وسحر قلب مسل على بديل وصرهم بيلا يوم ابشر بهزيمة محمد واصحابي يوم الله يجبورا له طبي قدو يعني لكن صفوان قدوا قدرهم وحكوا من ابي جهل برضو ونهروهم الى قليل يبلوا بينهم رغم من انتهم حديثي احد على أما رسول الله صلى الله عليه وسلم سبتة صلى الله عليه وسلم حدام داكو سبتة وقتو سبتة من مهاجرين ومن أنصار سبتة وباكو ولا بقالوا لدابت لبا وقدم أثير را وسك عدو قدم قدم كله سبتة وبسبات ومن مجاهدين ومن مهاجرين ومن أنصار عرباكو مجموعة واللي بل على النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب بن دلبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم و أبو سفيان با الجامعة بقى الناس على والحباس يعني بقى كعلى برضو وثقل عدو النبي صلى الله عليه وسلم سنة شربة وقدم قيسو ودرعه لو كنت إلا العباس صوت لنا أي صوت مرة وقال كلمتو كلم وكل حالة تسان جهول على والنبي صلى الله عليه وسلم أشير ديو نادى كبيري والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة عبد عباس قتلاك بصوت قوي لواد والحليل كل سمعيو أيوة أيها لو سبب أس أيها لو المسلمين أيها لو صحابة أيها لو صباح حد ولد بيرة كسن التهاجة
وكلهم كما نواي كما لحا لجني توقف معك على وريين وكتعركة الجفل كتعرك قبل كما انت لو كلهم ندقل بو حتى مرة تفك نبي الله صلى الله عليه وسلم لما تو آلاف وعشرات لبيك لبيك نبي لو كلهم بلا لنا مرحبا أبشر نعم نبي لو كلهم يعني في البيت ندو دو ندرس ما تو والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا وقاتلوا ويعني دعوة ديبا أنصار وديبا خزرج وديبا كلهم بتحطوهم لكتائب لنا يوم ما تو كتيبة وجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وربيه نجر النبي صلى الله عليه وسلم سكينة كرديبو سبات كرديبو وديبا مؤمنين وكانوا بمسلم الله سبحانه وتعالى جنودا لم يروا جنود دي تريم رب العالمين بعزة وقدرته بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سريو ومن جديد قتال أنبتة قتال عنيف سقم النبي صلى الله عليه وسلم بيلا الآن حمي الوطيس الآن حمي الوطيس بيلا صلى الله يعني أدي لأسأل كارحات هذا دابل معركة تنبت هذه المعركة صلى الله عليه وسلم وباو يعني دابل معركة دبل واصلت ولكتال عند الحسل وحين قاتلوا عند الأكفو عند ودو والنبي صلى الله عليه وسلم برضو لو كده لك عبلات نسأك كده لك عبلات لشاهة الودو عند بيلا تقاتلهم نسريو ولانتاتهم سرهم كما عمد الطيوم لا ساكا لعورا لا يرأى لهم مسلمين رضوان الله عليهم والصحابة دي كلها وكذا الله لا قتلوا لا أسروا لا تقتلوا ودوهم كلهم لأنسهم بالكامل الناس أوهم ولا جنيد ولا أموال وبتحام من مقاتلين ومن محاربين كمان لهم أسروا الصحابة رضوان الله عليهم ولا طريقة با لا معركة يعني انتصروا دي بمسلمين دي بلا معركة إلا خالد بن الوليد خالد بن الوليد سيف الله المسلول بدوح جروح جراحة وجراحات بالغة مرة بتحذره و لم إلا برضو من المشركين في مكة حقول عوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد رب العالمين يقول لكم سرعوا بالحام أسلموا دي بالله وفي الله هذا للمشركين لما نمع لك لفروا سلس أكان قبو سرعوا بلا سك طائف جيسو وسرعوا سك أوقاس جيسو وسرعوا هيني سك نخلة جيسو ثلاث أكان كفلو وهرب علو وسعوا علو للمسلمين مطالدة ودوغرون كمطالدة المشركين كفعل بجنيبا أبا هربوا هربوا ثلاث أكان كفلو فقد حتى زك الطائف جيسو وفقد حتى زك نخلة جيسو وفقد حتى زك أوطاس جيسو وقلنا حشكره النبي صلى الله عليه وسلم دي مجموعة كائن قائد مثل ديش فارس مثل مجموعة من ناديش دعينا لهم لا كذبهم فالدي لهم الأعطاس العلاء أبو موسى الأشعري أبو عامر الأشعري يقول لا كذبهم لا أبو عامر الأشعري أبو هوتو يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من جماعة من المسلمين توم تروم جيسوهم كنت جيسو تمام بدل دوهم وقاتلوهم وانتصروا دي بهم وقنا يمنسوا ودي بلا معركة الله اللي لقائدة معركة على أبو عامر الأشعري استشهد استشهد رضي الله عنه ولا خليل لا 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 قيادة دره أبو موسى الأشعري استلم يا ومنتصر مظفر إن أنتوا منصور إن أنتوا أقبل أبو موسى الأشعري كم سألوا مجموعة لا أتلا طائفة جايسنا عدد من فرسان فرسان مسلمين قروا لفلول لقرا عرايا واللي هني دريد بنسمى البلعلة عرو اللي دريد بنسمى ده عرو دي بكين قتلوه و كمان أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لقناهم ولا سبي لأري كلهم الأنس ولا جنيت ولا أسرى كلهم طبقوا وجمعوا كم سل جمعوا لأري لحصيلتنا يدي بلا دي بلا معركة الله دي بلا دي بلا قضوا الحنين ركبوا الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح عظيم جدا على جمعه وفاتح على مكذات ما تأتوتو كالعدد والحصيلته دي بلا نقدر منهم بل كانت نحو أربعة وعشرين ألف بعير 24,000 بعير 24,000 من إنسان بعير لا ركبوا وأكثر من 40,000 شاة أكثر من 40,000 من نشاط من نحطال من عباقر من نواي اللي ركبوا
كم سلة وأربعة آلاف أوقية، 4000 أوقية منفدد وستة آلاف سبي وست ألف شخص منا سبي لا أنس ولا والد ولا جنين، لكل اللي ركبوا اللي كل الجماعات دي منطقة الدعان البورو وديب اللي مال اللي وسعود بن عمرو الخفاري يتم مسؤول وديو أميرنا اللي أريه اللي وديو النبي صلى الله عليه وسلم إلا تا معركة ناي أحد وإنترنتا إلا نايا وكم سلعنا حتى مو ممكن هلا من قبي مكون معلم في الدبيري قلنا قرؤته علمي لا لا هي الكتب هلا كمان رعون قبي تدريب ما ليس أو كمان على رجل اسمه المحدد أو مية لا يعني بسهوة نتفجر أو أرد لقال للطاء أو أقرن هلا دام ده سمعي قال صح حاول أسمع يوم قدر عشان كده لا ما نصل كتبنا هلا نقرر إن شاء الله قضوة حنين ولما تم فتح مكة اجتمعت أشراف قبائل قيس عيلان للشورى وفي مقدمتها هوازن والثقيف فقالوا قد فرق محمد من قتال قومه ولا ناهي له عنا فلنغزوه قبل أن يغزونا فأجمعوا أمرهم للحرب واختاروا لقيادتها مالك بن عوف النصري فتحشد جمع كبير ونزل بأوطاس ومعهم نساؤهم وذراريهم وأموالهم وكان فيهم دريد بن السمت المشهور بأسارة الرأي فلما سمع أصوات الصبيان والحيوان سأل مالكا عن ذلك فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم فقال راعي ضاء والله وهل يرد المنهزم شيء المنهزم يرد شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك وأشار أن يردهم إلى بلادهم فلم يقبل مالك رأيه وجمعهم في وادي أوطاس وانتقل بالمقاتلين إلى وادي حنين بجانب وادي أوطاس ونسب فيه كمائن وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمعهم فخرج من مكة يوم السبت السادس من شهر شوال ومعه 12,000 مقاتل واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بآداتها واستعمل على مكة عتاب بن أسيد وفي الطريق رأى المسلمون سدرة عظيمة كانت تعلق عليها العرب أسلحتهم ويذبحون ويعكفون عندها يقال لها ذات أنواط فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها لسنن لتركبون سنن من كان قبلكم وقال بعضهم نظرا لكثرة الجيش لن نغلب اليوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عشية جاء فارس وأخبره بخروج هوازن بضعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم وقال تلك غنيمة المسلمين قد إن شاء الله وفي الليلة العاشرة من شهر شوال سنة 8 هجرية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين فعبأ جيشه صحرا قبل أن يدخل فيه فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب ولواء الأوس لأسيد بن حضير ولواء الخزرج لحباب بن المنذر وأعطى ألوية لقبائل أخرى ولبس الدرعين والبيضة والمغفر ثم بدأت مقدمة الجيش تنحدر بالوادي وهي لا تعلم بوجود كمائن العدو فيه فبينما هي تنحط فيه إذ العدو يمطر عليهم النبال كأنها جراد منتشر وشد عليها شدة رجل واحد فاضطربت مقدمة الجيش بهذه المفاجأة وانكشف عامة من كان فيها من المسلمين وتبعهم من كان خلفهم فصارت هزيمة عامة وسر ذلك بعد المشركين وبعد حديث الأحد بالإسلام فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وقال أخ لصفوان ألا بطل السحر اليوم وقال له آخر أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبدا فقدب عليهما صفوان وهو مشرك وعكرمة بن أبي جهل وهو حديث الأحد بالإسلام وانتهرهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت في قليل من المهاجرين والأنصار وطبق يركض بغلته ليتقدم نحو العدو وهو يقول
أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب. وأخذه سفيان بن حارث بن الحارثة بلجام بغلته والعباس بركابها لئلا يسرع نحو العدو. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغلة ودعا ربه واستنصره وأمر العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي أصحابه، فنادى وملأ الوادي بصوته: ألا أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب الثمرة؟ فعطفوا نحو الصوت عطفة البقر على أولادها يقولون لبيك لبيك، حتى اجتمع منهم 100 استقبلوا العدو واقتتلوا. وصرفت الدعوة إلى الأنصار ثم إلى بني الحارث ثم إلى بني الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى حتى اجتمع حوله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم. وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها، فكر المسلمون واحتدم القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فملأ أعينهم ترابا، فلم يزل أحدهم كليلا وأمره مدبرا حتى تفرقوا وهربوا. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون حتى أخذوا النساء والذاري وأسروا كثيرا من المحاربين. وجرح يومئذ خالد الوليد جراحات بالغة، وأسلم كثير من مشركي مكة لما رأوا من عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم مطاردة المشركين. ولما هرب المشركون تفرقوا 3 فرق: فرقة لحقت بالطائف وهم الأكثر، وفرقة لحقت بنخلة، وفرقة عسكرت بأوطاس. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس بعامر الأشعري عم بموسى الأشعري رضي الله عنه في جماعة من المسلمين، فبددهم وذخر بما كان معه من الغنائم. وقد استشهد أبو عامر الأشعري في هذه المعركة، وخلفه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فرجع مذكرا منصورا. وطارت طائفة من فرسان المسلمين فلول المشركين المنهزمين إلى نخلة، فأدركت زريد بن السمتة وقتلته. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والسبي، وكانت نحو 24,000 بغل، وأكثر من 40,000 شاة، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 سبي. فجمع ذلك كله بالجعرانة وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة القادمة إن شاء الله غزوة الطائف. تزمت الكفار غزوة الطائف دي بتاكونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.